أيضا تعرف على طريقة وكيفية إيجاد تحديث على تطبيقك روبلوكس. قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا التطبيقات، من ثم سوف نقوم بضغط هنا تطبيق روبلوكس، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق روبلوكس تفيضا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم روبلوكس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.